مراسلنا أسامة ديوب. يا سادة يا كرام، لا زالت أجواء رمضان العامرة بالمحبة والألفة تخيم على الناس في شهر البركة والتآخي، فتحت عنوان شهر الخير المحبة بتجمعنا أقامت جمعية كريم الخيرية خيمة رمضانية في حي الأرمن بحمص، والتي تستقبل بشكل يومي ضيوفا من أحياء المدينة في أجواء رسمت الفرحة على وجوه الحضور. يتخلل الخيمة فقرات فنية من مسرح كراكوز والحكواتي بقصص مستمدة من الواقع الحالي، بالإضافة إلى فقرات مسرحية كوميدية تتضمن مسابقات وهدايا وأغاني تراثية أعادت أحياء التراث السوري العريق وذكريات قديمة لا تنسى. حقيقة اليوم نحن أمام خيمة رمضان المتواضعة التي أقامتها جمعية كريم منذ بداية رمضان بسهرات رمضانية يومية. هي دليل إعادة الأمن والأمان والسلام إلى حمص وتماسك المجتمع بها. كل يوم نستقبل جمعية من جمعيات حمص المعطاءة التي وقفت إلى جانب المواطن في هذه الأزمة، لنقول لكل الناس هذه حمص عاصمة السلام وعاصمة السور المتماسك الوطن الشريف. يجينا لنشارك بالخيمة الرمضانية اللي عم تحيا التراث والثقافة والفنون، ونرجع سوا إيد وحدة ونرجع نعمر البلد مع بعض، وكل عام وانتم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم حبينا هيك نعيد التراث الحمصي، حبينا نقدم مجموعة مرشوحات وقدود، كان معي فريق موسيقي كامل، إن شاء الله هيك نحاول نرجع نرسم بسمة على وجه الشعب الحمصي، وإن شاء الله برجع الأمن الأمان لسوريا كلها إن شاء الله رب العالمين. هي إرادة الحياة بحمص وخاصة بمنطقة الزهرة، منطقة الشهداء، فهذا تعبير كتير كبير على أنه سوريا أقوى ورح تضل وتستمر، فإرادة الحياة هي اللي بتنتصر بالأخير. هالخيمة الحلوة رجعت لنا أيام زمان اللي كنا نحن نفتقد كتير خلال فترة هالأزمة، للجو الحلو، رجعت لنا التراث الحلو من خلال كراكوز وعواد، من خلال الفقرات الحلوة الحكواتي. تنبض بالحياة وتعلن انتصارها مجددا في هذا الشهر الكريم لتؤكد صمودها وتمسكها بسوريا الأرض والحضارة.